السلام عليكم طلاب. هسه الآن فيما يخص حساب المين كوندنسنج هيت ترانسفير كوفيشنت اللي هو الخاص بالووتر كول كوندنسر، فكاتب لي هو هنا انه احسب كالكوليت ذا مين كوندنسنج هيت ترانسفير كوفيشنت وين ريفرجرنت 12 يعني الفوليوم 12 كوندنسز يتكثف اون ذا اوت سايد اوف هوريزونتال تيوب ان شيل اند تيوب كوندنسر. يعني يقول لي انه هذا الفوليوم 22 راح يصير فيه كوندنسيشن على السطح الخارجي الأمامي ضمن الأرنجمنت كوندنسر، يعني فكاتب لي هنا احنا the outside diameter of a tube is 90 millimeter and in the vertical row the tubes there are respectively منطين عدد الانابيب اللي هي 2 3 4 3 2 والريفرجرنت كوندنسنج اون ذا اون ذا تمبرتشر يعني هاي درجه حراره التكثيف تي كوندنسيشن نكتب يمها تي سي هاي 52 والتمبرتشر للسطح الخارجي للانبوب للتيوب 44 واحنا شو نريد نحسب؟ نريد نحسب المين كوندنسنج هي ترانسفير كوفيشنت. فببساطه شديده راح نكتب هذا القانون اللي هو 0.725 multiply by g اللي هي gravity rho square of the density latitude of vaporization اللي هي HFG ال k to the power 3 اللي هو thermal conductivity ال mu هي dynamic viscosity delta T هو temperature difference بين من بين ال condensing coefficient الخاصة بالفريون بالرفرجرنت ودرجة حرارة الأنبوب التيوب temperature وال n هو number of tubes وال d هو القطر الخارجي. فاحنا حتى من نبدأ نحل لازم نحسب اول شيء يعني بارامتر الجي الجرافيتي كلنا نعرفها 9.806 او 9.81 الرو هو الدنسيتي حتى احسبها هي والاتش والكي والميو لازم احدد شنو الفريون انا عندي فريون 12 حتى احسب هاي الثيرموفيزيكال بروبرتي للفريون 12 اروح التيبل اي 5 تيبل اي 5 اروح عندي الكوندنسنج كوفيشنت 52 راح اشوف الفي اف قيمته 0.83179 مجرد انه اعرف الدنسيتي هي 1 ديفايد باي سبيسيفيك فوليوم بس ننتبه انه هاي لتر بير كيلوغرام فلازم نضربها في الف حتى نطلع وحدات الدنسيتي بالكيلوغرام بير متر كيوبك. ايضا ال اتش اف جي ممكن احسبها اللاتيتيود اوف فيبرايزيشن اللي راح تطلع عندي ال اتش جي ماينس اتش اف ال اتش جي هي 370 بوينت سمثينج ماينس 251 مثل ما مكتوب هنا راح تطلع عندي ال اتش اف جي ونحولها للجول لغرض تجانس الوحدات، اوكي؟ لان احنا عندنا الكي بالوات والاتش اف جي ما سبق كالجول لان الوات هو جول على سكند. بعد ذلك نروح من تيبل 15 5 نحسب الكي والميو. يعني نروح على تيبل 15 5 ونحدد الفريون لان هذا خاص بحسابات الكي والميو. نحدد الفريون هو شنو؟ فريون 12 ار 12. فبالتالي ال 52 صايره بيناتهم. بين ال 40 وال 60 نسوي انتربوليشن بسيط راح نحسب ال K ناخذها بجهة الليكويد والدايناميك فيسكوسيتي سوري ال K الفيسكوسيتي هذا اول طرف والثاني هو ال K ورا ما حسبناهن نجي المن نحسب النم البارامترات المهمة الان اللي هي هذا احنا قلنا نرسمها نرسم دائرة ونشوف عدد الانابيب يعني حتى اوضح لكم اياها هذا تشوفون هذه مثلا الانابيب الفيرتيكال رو يعني احنا وضحناها العمود الاول كم انبوب ب 3 الورا مثلا 5 فهنا نفس الشيء هو اما يعطيني كرسم شلون ما حليناه سابقا او يعطيني اياه كشنو كوصف فكاتب لي 2 3 4 3 5 3 2 يعني عدد الانابيب بالفيرتيكال رو النمبر اوف رو قصدي 5 وعدد الانابيب 2 زائد 3 زائد 4 زائد 3 زائد 2 تطلع عندي الان 2.8 الدلتا تي احنا ايش قلنا؟ قلنا اذا ما انطاني اياها افرصها 5 3 8 صح. اذا انطاني معلومات تدل عليها لان الدلتا تي مثل ما وضحنا هي الفرق بين الكوندنسنج تمبرتشر وشنو؟ والتمبرتشر اوف تيوبس. ف 52 ناقص 44 تطلع عندي 8. الدي اللي هو هذا القطر الخارجي مجرد اعوض تعويض بسيط ومو انسى هذا الباور 1 ديفايدد باي 4 يعني 0.25 الكي مرفوع للأس 3 لازم ننتبه لها نجانس الوحدات القطر لازم نحاول بال
متر، اوكي، راح تطلع عندي المين كوندنسنج كوفيشنت بوحدات الوات بالمتر سكوير كلفن. شكرا جزيلا.